تحية نضالي يا خويا كريم وعاش الشعب. الله يحفظك الخوة ديالي. الحرية المصطفين جميعا، الحرية الناصر الزفزافي، عاش الريف ولا عاش من خانو. أخويا وشحال أنا كنبغي نطلع معاك باش نعطي ميساج للعياشة والعبيد اللي راهم فرحانين دابك، تيقول لك حان موعد باش نعتقلوا الأصوات الحرة حيت شدوا داك خونا في إسبانيا، راك فاهم؟ هذاك الدري كان شوية مسكين والله العظيم، أنا كنت كنقول له حاول على الهضرة، كنت كان ميساجيه، كان ميساج كيقرا الميساجات، كنقول له حاول انا هذيك هذه غادي يشريوها لك. انا ماشي غير هو، انا بزاف ديال الدراري كيحاولوا ما امكن يشريو. انا حذرت، انا رفعوا عليا الدعوه هنا القنصليه بهذاك الشيء اللي كلنا كاع الاصوات الحره، سواء الناس اللي قديمه سواء الناس جديده، كلنا بغاو يطيحونا في الفخ وبغاو يلصقونا التهمه ديال الارهاب، ونساو ان النظام العلوي انه هو اكبر نظام ارهابي، والعياشه والعبيد حتى هما ارهابيين لانهم كيدعموا الظلم، كيدعموا الفاسد، كيدعموا واحد كيغتصب الناس بالقرعه. واش هذا ماشي ارهاب؟ مؤخرا اخويا لك شي كتعرف واحد الولد باقي صغير جون داخل المغرب سميتو ماهر، صاحبنا ماهر كاع صاحبنا، وعطاوه 3 سنين هشام اللي في بلجيكا، 3 سنين للحبس ماهر. واه وماهر كنت واصل معاه شخصيا، حتى انا عندي النمره ديالو مسكين. عندك النمره ديال الوالده ديالو؟ ما عندي نمرته، هو مابقاش خدامه. كان وصلني مسكين على الوالده ديالو، اقسم لك بشرف الخوادي، قال لي حصل وقع لي شي حاجه، نحاول ما امكن الله يرحم الوالدين هذاك الدري ماهر، نحاولوا ما امكن نشوفوا النمره ديالو لحقاش هو ما عنده. شوف انا نسولك، عندي شي صحابي كيعرفوا نسولك. دابا خويا علاش هنا فين كنقولوا الاحرار جميعا خصنا نكونوا دايرين يد في يد، ملي كيطيح شي واحد راه ما يعقلوش ان هاد العصابه راها مجنده العياشه والعبيد هنا كيدعيونا. انا طار لي مشكل في فرنسا، عام ونص هنا في فرنسا، وفرنسا بغات تورك عليا بتفتني الزريبه، صيفط لك المخابرات وبزاف الحوايج. افهم حنا تندافعوا على الحق اخويا، واش اللي طالب بحقه تجلسوا على القرعه وتلصقوا له تهمه الارهاب؟ ما هذا يا هذا. والعياشه انتم اللي كتدعموا هذا النظام الخائن، هذا النظام اللي تيحشي الناس القراعي، هذا النظام اللي تيعطي 20 عام، هذا النظام اللي هجرني كأنا شاب من 4 ايام ديال البحر من كازا. اوبري 4 ايام ما صبرناش على الظلم اخويا، 4 ايام ديال البحر، لانني كنت بخير في البلاد، ما خصني حتى خير، ولكن ما نصبرش على الظلم اخويا. ما نشوفش موت هذا كتموت في السبيطار، نشوف صاحبي كيموت في السبيطار الاهمال الطبي، نشوف الشباب كيموتوا بالعرقوبي بالبوفه. علاش هذه العياشه كيزينوا هذا النظام؟ علاش وكيزوقوا لي؟ علاش اخويا؟ علاش خايفين العياشه؟ انا عارف الخوف هو اللي محبسكم، نتوما خوافه وابار ديك المساف ديالك عارف اخويا كريم. ما يقدروا يطلعوا حتى في بلوجه ديالهم كيطلعوا ما كيطلعوا حتى خوافه. انا تيهدوني كنقولك من فرنسا ما تيهدوني، تابعيني نشدوك نديرو لك نديرو والو ما ديروا. انا راه واحد جعدنا في انتويرب المسكين من الحياه ديالو، فهمتي؟ شفتي هذيك المقطع ولا فيديو؟ شفت. وانا شوف اخويا كريم الله يرحم لكم الوالدي، كانت شي وقفه علموني يا خويا، علموني. دير انا ندير لك فولو، انا ندير لك فولو، كدير لك فولو خويا، بصيفط لك ميساج باغي نتواصل معاك. كان قال لي شي خوتنا الريافه قالوا لي راه هضر معاه تواصل معاه، عندي بعض الاسئله مي داك الشيء خاص، راك عارف مخابرات الموشي. شوف الخوه ديالي، حاول الخطابه، انا كننبه دائما. ما تخافش، شوف ما تخافش عليا، اسمح لي خليني نعطي لك النصيحه. انت خويا الاحرار فوق الراس، راك عارف كازاوي كيكون اللي يكون، فهمتي ولا؟ بحال هذاك ماهر راه هكا انا كنتواصل كنطلع مسكري فيه ولا اخر، كنقول له انت ميك على هذاك الشيء، ماشي من داخل هذيك الزريبه، فهمتي؟ تتخرج هذه موضوع اخر. دابا المخزن هنا في اوروبا اش كيحاول ليك انت، النشطاء اللي عندهم المتتبعين، الهضره كتوصل وكيوصل كلمات الحق، يحاولوا يلصقوا لهم واحد القالب الوحيد هو يلصق لك تهمه الارهاب. الله يرحم الوالدين، صحيح صحيح صحيح. غير بنادم بحال هذيك التحريض وهذاك الاخر، حنا عندنا قضيه، فهمتي ولا؟ المشكل ديالنا راه باين، فهمتي؟ هو النظام العلوي، عندنا عدو واحد الله يعزك. حنايا نبقاو في اطار في هذا الشيء، ما انا ما سوقيش لا سلاح، حنا سلميين مسالمين. الله يرحم الوالدين، حنايا ما كنهزوا لا سلاح، ما كنديروا لا ضد التطرف، ضد الارهاب، العكس، حنايا كنحاربوا هذاك الارهاب. هذاك الدري في اسبانيا كان عنده شي مواقف مزيانين، ولكن تايني بدا كيخرج كيخرج على النطاق، نديروا نعم نعم نعم. وركوا عليه خويا، وركوا عليه ومرضوه شويه.
حالي كتقول له للمخزنه جي ديني جلسني على القرعه الفاخره. انا شوف واحد النهار دير لايف واللايف كان طالع وطلعوا سبني، قال لي هادي انتوما ما كدوش على الحق، وهاديك تيشوف تيجمع راسك راه غتمشي راه غتمشي، قلت له شي انت بهاد الخطابات ديالك كي غتمشي للحبس. او ما عادش ما عندنا ما نديروا ليه. شوف المجاهد ديالي الخطابات بنادم خص يعرف شنو كيقول، هذيك التطرف وهذوك الاخر ما عندنا ما نديروا به، حنا العكس كنحاربوا هذاك الشيء. حنا الا نقدروا ندمجوا في هذه الدول نحاربوا هذاك الارهاب نحاربوا هذيك التطرف، رانا حنا راه الاشاره. علاش؟ حتى حنايا راه عايشين في هذه الدول، عندنا ولادنا عندنا المجتمع ديالنا، حتى هذا المجتمع خصنا ندمجوا فيه ونحميوا هذا المجتمع. صحيح صحيح، هاد الناس مش منهم غير خير، هما وفرونا اننا ندويو بحقنا، حنايا جزء من هذا المجتمع المجاهد ديالي، فهمتي ولا؟ نعم. يعني انا حاولوا معايا واحد المره في 2019، عندي هنا عندي الفاكتوره، انا كنسميها الفاكتوره، كنت تعصبت واحد النهار، مشيت هنا واحد القنصليه بديت كنفرقع في القنابل، ما فهمتي ولا؟ ولكن لحسن الحظ هولندا كتسهل شويه، هما عندهم السي في ديالي، عارفين شكون انا، فهمتي؟ انا راه 35 سنه هنا فهمتي ولا؟ هما عارفيني الا قلت شي حاجه في حاله غضب، ولك تاني هما كيعرفوا اللي كيقول شي حاجه بغى يقولها. نعم نعم، فهمتي ولا؟ يعني الخوه ديالي هذه رساله للاخوان كامل، بنادم يبعد ده لي هذيك المصطلح تنهزوا السلاح ولا راه اخر ولا هذاك الشيء ولا، فهمتي؟ بنادم حنا نشطاء مسالمين، كان الخطابات ديالنا راه كل شيء متابع، كل شيء مراقب. طبعا طبعا كل شيء طبعا طبعا. خير دليل هذا الدري فين شافوا، هذا فين شافوا؟ أنا المخابرات الإسبانية كانوا كي 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 كيتبعوا هذاك الشيء. طبعا كل شيء مراقب، هما اسمح لي هما عارفين كل شيء. هنا في هولندا كل شيء كيتبعوا كريم، انت طبعا. في فرنسا كيتبعوك اش كتقول اش كتقول، والمخزنيه ديال المخزن متابعين اللايفات، كيستناوك تزلق في شي هضره ولا جوج يقولوا لك اجي. راك في فرنسا؟ ما بقيتش فرنسا، انا من بعد نقول لك فين كاين. صافي مزيان درتي مزيان. لا انا شوف فرنسا قلت لك حارباني وبقيت معاهم، بقيت معاهم حتى جريوا عليا صحه وحقي ضيعوني فيه. ماشي حنا تنعرفوا فرنسا انها هي النظام العلوي، ويلي كتدعم النظام العلوي من الاخر، راك عارف انت فرنسا مزيان، ما خصك مو شي حاجه ولا راك مزيان. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك، خاصني استشارات قانونيه تنهضر معك اخويا كريم، لان النمره ديالك غادي ندخلها غادي نتواصل بك، احنا خوت الاحرار راك عارف الشباب ما عندناش شي وقت، احنا معاكم احنا معاكم، عندنا قضيه خصنا نتحدوا عليها، هو النظام الخائن من الاخر، راه الشباب تيعاني، راه البلاد غادي للهويه، البلاد راه باعه محمد السادس، وحنا بغينا نكونوا ضد المطبلين هاد العياشه اللي تيجيو ضدنا هما، قلت لك وكيديروا محامين ودعاوني، انا دعاوني في فرنسا بلا ما نعرف. يدعيوك واش نمشي يدعيوك يا الخواد يا صاحبي، حنا خصنا نكونوا معاهم. شوف الا كدير المباشرات حدي الفم ديالك و واخا في البريبي الواتساب والاخر حدي ما تكثرش الهضره، راك عارف. مش خممش انا عارف انك عصابه علاش قادين. حتى المول القرطاسه تشبر اخبارك. شد انا درت عليه فيديو اليوم، تا هو تشد. شوف ما كاين غير تكميم الافواه، شافوا السوشيال ميديا كتاثر في الشعب. اجي انت 10 سنين، اجي انت 5 سنين، اجي انت 3 سنين، فين غاديين؟ دابا هذاك الشيء اللي بغيت نوصل للخوه ديالي، باللي هاد السوشيال ميديا فيها التاثير عليها كان طبعاً. دابا السلاح ديالنا بلا ما نهزوا الكراطه نضربوا، هذاك يمكن حتى نديروا دوله ولا شي حاجه، هو هذا هو السلاح اللي عندنا الفن ديالنا، كتقرصوا كتجيب الحقائق المعلومات الراق، جيب لنا محمد السادس مطبع الراق، هاك الدليل شي حاجه عاود ماشي هي هذيك الراق هاك، فهمتي؟ يعني هما عندهم المشكل لحقاش واحد الوقيته غير في العهد ديال هذاك الحسن الثاني، بنادم ما كانش يقدر يجبد السميه ديالو. اليوم لا، اليوم التكنولوجيا، دابا انت ولد الشعب يخرج بالوجه ديالو، الريفي يخرج بالوجه ديالو، يدخل طولا وعارضا في محمد السادس، ما بقاش هذيك تكميم الافواه ولا هذيك الخوف، ولا بدا كيزول الخوف. واليوم اللي هذيك الخوف بدا كيتزال، النظام عنده المشكل غير هنايا ما يقدرش يعتقلك، الحاله الوحيده يستقلك تهمه الارهاب، بنادم يحضي راسو المجاهد ديالي. لا ما تخممش خويا، تحياتي لك. انا تنعرفوا النظام هو اكبر نظام ارهابي، راه النظام العلوي باش نعرفوا جبان. شي من شد دري عنده 21 عام ماهر وعطاه 3 سنين، كنعرفوا هذا النظام جبان ونظام خواف،
انت سنين عطالو مسكين. شوف خليني النمره ديالك في البريبي مخلوق سنين النمره ديال الوالده ديالو مسكين. مرحبا خويا كريم، مرحبا وتحياتي ليك وتحيه جميع الاحلام. الله يحفظك وعاش الشعب. عاش الشعب. شكرا شكرا خويا.